بفضل الشغلات اللي انا اركز عليها للعملي اللي هي كلش مهمه. طبعا نجي على السيربلم ان جنرال سيست اوف تو سيربلم هيمسفير كونكتد باي ميتينج فيربس. فاذا هذا عندي هون هذا هيمسفير واحد وهذا الهيمسفير الاخر واللي بيناتهم مين هون راح يكون؟ عندي الفيربس زين. فانا اذا جاني سبوتي هوني فاذا ذيس از ذا فيربس. إذا جاني سبوتي هوني فإذا هذا راح يكون عندك سيربلر همسفير سيربلر همسفير. أوكي الشغلات الأخرى اللي تهمني الفيشرز الموجودة عندي بالسيربلر عندي 3 فيشرز اللي هي فيشر برايمر أو برايمري فيشر والهوريزنتال فيشر واللاست أو بوستيرولاترال يعني هذا أنا حتى تكونوا مرتاحين أنا ما أعير له هالقد أهمية. أنا اللي يهمني الهوريزنتال والفيشر برايمر. ليش؟ لأن الهوريزونتال فيشر راح يقسم لك السيربلم إلى تو سوبر سيرفيس وانتير سيرفيس. والفيشر برايما اللي راح يكون على سوبر سيرفيس راح يقسم لك هو الانتير لوب وبوستير لوب. انتهينا. أوكي؟ فأجي أنا لحق على هذا السيربلم عندي هذا سوبر سيرفيس. هذا سوبر سيرفيس مالته. إيه هوني هذا المؤشر هسه راح أوضحه أنا مؤشر بالجاف هوني عندنا راح يكون هوني واضح عندي. هذا البرايمري فيشر راح يكون من تشع انت يعني مش سوبر سيرفيس من تشع سوبر سيرفيس وفيشر مؤشر عليه انه ما عندك غير البرايمري فيشر او فيشر برايمر. ليش؟ لانه هذا راح يقسم لك هو الانتيرير لوب بوستيرير لوب. زين من اجي هون ادحق على الهوريزونتال هيا يعني الهوريزونتال كلش واضح عندي هذا راح ياخذ من جهه على جهه ياخذ من التونسل يرجع على جهه الاخرى من التونسل. فاذا هذا انت بيكون عندك فيشر هون قسم لك هو الى سوبر سيرفيس وفيشر سيرفيس. زين فإذن الستركتورز الموجودة عندي هو السيربرن هيمسفير رايت اند ليفت بيناتهم راح يكون الفيرمز عندي هذا الهوريزونتال فيشر اجي على السوبر سيرفيس عندي فيشر برايمر فيشر برايمر. بالنسبة للانفير سيرفيس طبعا هذول البروزات اللي عندي هوني هاي التونسل هاي البروزات التونسل اي هوني راح تكون الجروب القريب راح اغشها وراح افتر عليكم هذه لأن هي آخر شيء راح يكون بالنسبة للموضوع. طبعاً أكو الترتيب اللي يجيك من البوستيرير والأنتيرير اللي من جوا لفوق اللي هي البايراميد والتيوبر والمعفشني يعني البايراميد بوزيشن ما راح يكون هنا التيوبر بعده يعني مواضيع هاي النظرية أكثر ما هي عملية. بالنسبة أنت هوني جو تبغى لي بس عندي هاي الفيلا أوكي هاي الفيلا هذا إيه هوني فإذا هذا اللوب يوجد نودولا لوب أكو يوجد نودولا لوب تمام؟ هاي طالما قلت إيش اليوبي زين؟ أشتغل عندي إيما فيشر باقي عندي بالضبط حس عندنا هاي الفلوكيوز فلوكيوز العفا هاي الفلوكيوز هاي إيه هوني النودولا فإذا هاي الفلوكيوز النودولا لوب هاي هوني عندي هاي ما قلنا النودولا هاي اليوبي فإذا هذا الفيشر البيانات يوجد نودولا فيشر واضح؟ هذا اشنو اكيد راح يكون برينستم من ايش يتكون برينستم اشنو برينستم ميد برين كونز مدلع بلونجاتا بالترتيب ميد برين كونز مدلع بلونجاتا فان الميد برين راح يعمل اتاتشمنت مع السيربلم عن طريق السوبر سيربلم بلينكو والبونز ميدل انفير العفو وعندي منو بعد مدلع بلونجاتا اش راح يكون بالضبط على الترتيب يقع عليه ميد برين بونز ميدل بلونجاتا سوبيرير ميدل انفيرير سيربلا بيدنكل. الواضح اوضح الكل اللي اشعه دائما على السيربلم هو الميد سيربلا بيدنكل اللي راح يعمل لي كونكشن مع منو مع البونز لان هو الوسط مال البرين ستيم عندي ميد بونز ميدل بلونجاتا فان ذس از ذا ميدل سيربلا بيدنكل ميدل سيربلا بيدنكل. تعالوا انتم هوني راح اجيب وحده يقع عليه هذا فلوكيوس هذا فلوكيوس اوكي عندي النود هذا اللوب هذا اللوب هذا علينا فلوكيوس النود ولا اللوب اوكي هذا الانتيريور ماس فلوكيوس هذا الانتيريور اللوب هاي النوديول هاي اليوفيلا فاذا هذا الفيشر اللي بيناتهم يوفيلا نوديول فيشر فاذا هذا اليوفيلا نوديول فيشر وهذا الفلوكيوس نوديول لوب فلوكيوس نوديول لوب يوفيلا نوديول فيشر واضح. وهذا عندنا هنا ميد سيربلا فلوكيولز كلش واضحة عندي الفلوكيولز هاي زين هذه النوديول إيه هوني راح تكون بالضبط
فإذا هذا اللوب فلوكيولو نودولر لوب فلوكيولو نودولر لوب طالما هاي النودول هو نهاية اليوفيولا راح تكون فإذا هذا الفشر يوفيولو نودولر فشر يوفيولو نودولر فشر فإن أنا بس يورحوني اليوفيولا يوفيولا فأنا بس أريد أوصلكم فكرة أنه إذا جاء سبوت إيهوني يوفيولو نودولر فشر إذا جاء إيهوني ما راح أجيب لكم إيهوني بالضبط راح أجيب إيهوني بالضبط معناته هذا الفلوكيولو نودولر لوب إذا إيهوني فلوكيولز بوحدة واضح؟ وهذا وهذا عندي ميدل سيربلر بيدنكو ميدل سيربلر بيدنكو هاي الفلوكيولز هاي نودول فإذا هذا اللوب فلوكيولو نودول اللوب أوكي؟ هاي اليوفيلا إيهوني تحته فإذا هذا الفشر بيناتهم يوفيلا نودول فشر تحت الشغل وهذا الميدل سيربلر بيدنكو أوكي؟